وتستعر المعارك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وتحاول القوات الأمنية شق طريق لها للوصول إلى قلب المدينة القديمة، في الوقت الذي توقع فيه قادة عسكريون بأن وقت المعركة سيكون أقل من الجانب الأيسر. بعد إعلان استعادة المدينة القديمة على يد قوات الشرطة الاتحادية، شارفت قطعات أخرى على استعادة الجسر القديم في الجانب الغربي لمدينة الموصل. وقال العميد الركن داود الشمري أن قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية استعادت مبنى الشركة العامة للأسمنت وتقدمت في شارع الكورنيش واستعادته بالكامل، وفرضت سيطرتها عسكريا على الجسر القديم، فيما ألمح إلى الدمار الذي ألحقه عناصر التنظيم بالمتحف الذي يشكل حضارة العراق وعراقته. استطاعت قطعاتنا البطلة من الهجوم على عصابات الإرهابية داعش وتحرير باب الطوب بالكامل وتحرير فندق بغداد وفندق آشور وفندق الذهبي. أكيد يعني هاي الطائرات المسيرة فوق أنا أتصور ويحملون صواريخ موجهة وتسقط باتجاه قطعاتنا، ولكن إن شاء الله قادرين على أسقاط الطائرات المسيرة للعدو. تم تدمير كل المتحف الموجود اللي يعبر عن تاريخ العراق والشعب العراق اللي تاريخ أكثر من 6000 سنة، تم تدميره من قبل العصابات الإرهابية الدواعش. وفي ذات السياق أكدت قيادات عسكرية أن التقدم ازدادت وتيرة سرعته بعدما انجلى الغبار وسوء الأحوال الجوية، حيث تتقدم قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع بدعم جوي عراقي وأمريكي بانتظار التقاء هذه القطاعات مع قوات مكافحة الإرهاب جنوب المدينة القديمة. لحد هذه اللحظة هناك تقدم كبير لقطعات الرد السريع تساندها الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية. الأهداف المرسومة تقريبا تم احتلالها. هناك يعني اسناد جوي من قبل طيران الجيش ومن قبل طيران التحالف، بالإضافة إلى مدفعية الشرطة الاتحادية تقوم بالعمليات الاستباقية لتمهيد المواقع، تمهيد الطرق أمام قطعات المتقدمة. وحول موعد انتهاء عمليات استعادة الجانب الغربي، توقعت قيادات أمنية استعادة الجانب الغربي بوقت أقل مما استغرقته في الجانب الشرقي، فيما أكد القائد في جهاز مكافحة الإرهاب قتل أكثر من 100 عنصر خلال تقدمه في أحياء النفط والمنطقة الصناعية. استأنفنا تقدمنا باتجاه الصناعة القديمة وشركة المنتوجات النفطية ودور الموظفين أو دور موظفي السكك. العدو حاليا في موضع الدفاع عن نفسه وليس في موضع الهجوم، يستخدم العجلات المفخخة. جرب يوم أمس التقدم باتجاه قطعاتنا ومحاولة اختراق النقاط الماسكة باء بالفشل، وتم قتل يوم أمس أكثر من 100 مقاتل أجنبي وعرب الجنسية على يد مقاتلين في رث القيادة عمليات الخاصة الثانية. إنسانيا ازدادت شدة القصف في أحياء مكتظة بالمدنيين في مناطق الرفاعي والزنجيري ومعمل البيبسي والمحطة، مما خلف العديد من القتلى والجرحى، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت المباني المدمرة. لقناة الفلوجة عبيد الشريف.